كويس. هي المشاكل والازمات اللي يمر بها اي طالب زي ما قلت لك الساده بارك الله فيها، نعم، سواء كان في التعليم الاساسي او الثانوي حتى الجامعي، كلهم بصراحه يستقبلوا في المشكله، كل واحد يستقبلها من زاويه معينه. بالضبط. المشكله ما تصير، مشكلتنا في ليبيا ما عندناش اداره ازمات، سواء كانت في الجامعه سواء كان في التعليم العالي او المتوسط، كان في اداره ازمات على الاقل تحاول هي تحتوي القصه او الموضوع، بحيث ما يصيرش الطالب هو الحلقة الاضعف في الموضوع نفسه. زي ما ذكرت الساده رباب بارك الله فيها، لما الناس وقفوا له مواجهتها مده اسبوع، هل الاسبوع هو في فاقد ان تعوض به مثلا في الشهور الجايه، تعرف قريه في التمخر بديله يعني، وفي مشاكل صايره. أيه. نفس القصه يعني موقع الجامعه وحرم الجامعي مشكله كبيره ما تصير في القصه زي هي. اول شيء الولي الامر بيخاف على البنت ان هي تمشي المكان نفسه، ممكن تكرر فيها نفس العمليه، او الطالب حتى نفس القصه بيخافوا الاهل، الخوف ما يصيرش للطالب نفسه، حيصير حتى من اولياء الامور بصفه عامه، يعني يقول لك نبعث ولدي او بنتي للجامعه فتنى الدراسه وتجيها قذيفه وتصبح في مشكله. سواء صار في جامعه طرابلس، صار في كليه اللي هي الهندسه في مدينه زاوية في اليومين اللي فاتوا يعني. وهذه كلها مشاكل، الخوف اللي يصير نتيجة اللي هي وجود الانفجارات أو القذائف اللي تصير، تنشأ لي مخاوف مستقبلية، ممكن طالب يشعر كأنه كابوس، كأنه خوف، كأنه مثلا ممكن يكون مثلا سمح الله في المستقبل مستهدف هالمشكلة هذه. نعم. تصبح فيه تشتت، هل هو يمشي كان نفسه أو ما يقدرش فيه، هل يقدر نقول فيها يزول فيه التعليم بتاعه أو ما يقدرش. نفس القصة حتى الجامعات نفسهم، لو كان هم عندهم إدارة أزمة أو بديل المشاكل، لأن المواقع نفسه ممكن مثلا تكرر العملية، نخاف احنا نتكرر العملية بحكم اختلافها من منطقة قطاع بي بمعرف في جامعة ناصر سابقا. بالضبط. قريب منطقة عين زهرة، هل احنا عندنا بديل منطقة أخرى بعيدة عن الشبكات ممكن نقول الطالب تحولوا فيها مؤقتا، كملوا قرايتكم أو ما عندكمش؟ نعم. وهي المشاكل اللي صايرة في احنا عندنا في المنطقة الغربية ومنطقة طرابلس بالتحديد، تعرف ان حتى المدارس اللي كانت فصل الأسر اللي تم تطليحهم مدارس نفسهم ما كانش في بديل، تعرف القصة اللي صارت. نفس القصة لما يعني تصير مشاكل في بعض الكليات، لما تعرض الكلية للدمار أو الانفجار، وتكون مثلا الجامعة ما عندها شكل ميزانية الكافي بحيث تصين الإمكان في وقت قريب، تصبح فيه مشكلة، المشكلة تشبح لها بعدة مناظير. نعم. تشبح المنظور أنه ممكن مبنى يتهدم، تشبح المنظور أنه ما فيش عندنا لجنة أزمة، تشوف المنظور الطلاب يستلم مشكلة الرهاب والخوف نتيجة ممكن تتكررهم القصة هذه، وقت ما تصير القصف في فصل القراية فصل الامتحانات. نعم. ما تعرفش المآسي اللي تصير أو الحالات اللي تموت لا سمح الله وتتعرض للجرح أو الموت. صح. يعني كل هذه تكون صوره سلبيه عند الطالب بصفه عامه، تعطيها زي نقولوا فاحنا نزعه الخوف عندنا هو ممكن تتكرر عمليه القصف.